السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم الوصفة ديال واحد الجينواز ديال الكيك غولي، كتجي رائعة. واحد الجينواز ناجحة بزاف البنات، ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم. وغير تبعوا البنات الطريقة وتبعوا كاع النصائح اللي كنعطيكم باش ان شاء الله غتصدق لكم. ما كتحتاج لا تسقيوها لا والو، كترولها بسهوله، يعني كتلويوها بسهوله، ما كتهرس ما والو. ان شاء الله غتجربوها وتعجبكم. ما تنساونيش البنات من البارطاج ومن لي لايك ومن التعاليق ديالكم ومن الدعوات ديالكم اللي كتشجعني بزاف بزاف بزاف. وشكرا لكل البنات اللي تنضموا جداد للقناه واللي كيخليوا لي التعليقات ديالهم زوينه، كنشكركم بزاف. وغادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، تبعوا الفيديو الى الاخر. غادي نبداو البنات على بركه الله بالمقادير ديال هاد الجينواز اللي كتجي غزاله بزاف البنات كما قلت لكم، وما كتحتاج لا تسقى لا والو. غادي نحتاج هنا عندي 4 ديال البيضات كيف ما كتشوفوا، 4 البيضات بدرجه حراره المطبخ. ديما كنقول لكم البنات في الجينواز البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، خرجوه من قبل من الثلاجه وخليوه. انا راني كنت باغا نديرها في الصباح، خرجته في الليل وخليته غير هكاك محطوط. عندي ساشيه ديال الفانيلي التنسيم، اللي بغى يدير قشور الحامض ولا بغى يدير اي نكهه بغى، انا غادي ندير غير الفاني. عندي 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه صغيره ديال خميره الحلوه. غندير 5 المعالق ديال السكر، سكر حبيبات 5 المعالق. وغندير 6 المعالق ديال الدقيق البنات، لان 5 ما كافينش، 6 المعالق على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم انا هزات ليا 6 المعالق، جاتني هي هذيك 5 المعالق ديال السكر، 6 ديال الدقيق، و5 ديال الزيت النباتيه. السر البنات في هذا الجينواز هو هذا الزيت، كيخليها كترول لنا بسهوله، ما كتكسر ما والو، وكتجي رطبه وهشيشه وما كتحتاجش نهائيا اننا نسقيوها. دابا غادي ندوزو للطريقه حتى هي راه ساهله. هنا البنات كناخذ واحد الاناء فين غادي نطرب البيض ديالي. غادي ندير البيضات، 4 ديال البيضات، ديك القضيه البنات ديال درجه حراره المطبخ، باش البيض دغيا كيطلع ليكم ما كيعذبكمش. فين كيكون بارد راه شويه ياخذ الوقت تيتعطل، باش تيكون درجه حراره المطبخ دغيا تيطلع ما تياخذش وقت كبير. كندير هذوك 4 البيضات في الاناء في هذا البول هذا، وغادي نجيب السكر. غادي ندير 5 المعالق ديال السكر. ها نتوما البنات 5 يكونوا معالق، يكونوا هكا عامرين. ها 2 3 4 5 المعالق. وغادي ندير ساشيه ديال الفاني للتنسيم، تقدروا ديروا قشور الحامض ولا اي نكهه بغيتو نتوما باش تنسمو. صافي غادي نجيب الطراب الكهربائي وغادي نخدمو البنات، وغادي نطلع هذا بحال ديما في اي جينواز كندير معكم كنقول لكم خاصكم تخدمو هذا وتطلعوها حتى كيولي التريبلا الحجم ديال البيض. هانتوما البنات كتبقاو كطربوا في هذاك البيض حتى كيولي هكا، شفتوا؟ ضروري ماشي تزربوا عليه وتقولوا الجينواز ما كتصدق ليناش. هانتوما البنات هكا حتى كيولي هكا بحال شي كريمه. هنا غادي ناخذ عاوتاني ديك المعلقه وغادي نبقى ندير فيها الزيت، 1 2 3 4 5 المعالقات ديال الزيت هكا. صافي وغادي نعاود نطرب، وعاد نزيد الدقيق والخميره وقبيصه ديال الملحه ضروري ما قلتهاش لكم في الاول. البنات كناخذ واحد الصفايه هكا باش نغربل هذاك، كندير الدقيق 1. المهم كتبداو ديروا بالمعلقه بالمعلقه نغربلوه، ضروري تغربل البنات الدقيق بلا تا غادي ندير الاخر الكبيره احسن ليا. 1 ها 2 معالق كيكونوا عامرين، ها 3 ها 4 هكا، هانتوما ها 5. هانتوما البنات ها هو الخليط ديالي من بعد ما ضفت ليه الدقيق كيفاش كيكون. شفتوا البنات تجي هذيك ديك الخليط ديال الجينواز ها كيفاش كيجي. خديت هنايا واحد المول، فرشت ليه هكا
الورق ديال الفرن ضروري البنات تفرشوا هذا الورق ديال الفرن صافي. وغادي ناخذه وغادي نصب عليه الخليط ونسرحه على المول كامل وندخلو الفران شاعل 180 درجة غير لتحت، كنسخنو من قبل غير لتحت البنات صافي حتى كيطيب، ما كياخدش الوقت ما تغفلوش عليه، وقفوا حداه راه 10 دقائق حتى 12 دقيقة صافي كيكون الكيك ديالكم طاب، لأن هذا ماشي دايرينو في مول مدور كبير هكا مسرح دغيا كيطيب البنات، خاصكم توقفوا حداه وما تكونش درجة الحرارة طالعة 180 درجة 10 دقائق الماكسيموم 15 دقيقة صافي كيكون واجد. إلا خليتوه بزاف راه غيتحرق ومني غادي تجيو تروليوه غادي يتهرس ليكم. صافي البنات غادي نسرحو هكا في المول. البنات ها هو الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران كيف ما كتشوفوا كيجي غزال، ما تخليوهش البنات ما تغفلوش عليه، عرفتي ما خصوش يتحمر، ها نتوما شوفوا ما خصوش يتحمر نهائيا، هو دابا مازال سخون غادي ناخذه وغادي نقلبه وغادي نروليه، لان خاصكم تزربوا عليه باش يجيكم زوين ويترولا دغيا وما يتكسر ما والو. السر هو ما طيبوش بزاف كيبقى هكا رطب، وغير تخرجوه من الفران تحيدوه من الطاوه غندر عليه شويه السنيده وغنقلبه في واحد اخر وغادي نتوما البنات ندير عليه شويه ديال السنيده غير باش ما ديك ما تلصقش لينا ديك الكيك هكاك، حيت هنا كيكون رطب تيدير تيلصق الا ما درناش ليه السنيده. غادي نجيب هكا واحد سميتو اخر وغادي نقلبو. ها نتوما اللون ديالو خصو يبقى بحال هكا باش ما يتكسرش ليكم ما يتحرقش البنات، ما تغفلوش عليه ضروري تحطوه في الفران تبقاو واقفين حداه، قلت لكم الماكسيموم 15 دقيقه 12 دقيقه تيكون صافي طاب وموجود. ها نتوما شفتو كيجي رطب وفن، عرفتي البنات فن، لا قلت لكم فن راه هي فن. غنقلبو في هذا نيت من هذه الجهه الاخرى كيتقلب بسهوله ما كيوقع عليه والو. انا بغيت نحطو في هذا لان الاخر موسخ من التحت، غنبقى نهرس ورا رطب 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 بزاف البنات. غادي نبلاتي وتسنى اسمعي اللي تكلخت بغيت ندير دابا ما عرفتش اش بغيت ندير بغيت ندير هاد الوجه بغيت نديرو هنا فوالا هاك، لا ماشي هاك. ها نتوما البنات شوفوا غادي تجيو هنايا القنت وغادي تبداو تروليو حال هكا، ما تخافوش منه راه ما كيتهرس ما كتوقع ليه حتى حاجه، كتحكموا فيه كيف ما بغيتو شفتو. ها نتوما هكا صافي وغادي نخليه حتى يبرد يبرد على خاطرو، ما غنسقيه ما غندير ليه حتى شي حاجه. هنايا البنات عندي كريمه طلعتها الحليب ولا الكريم ليكيد، ها هو البنات الكراميل اللي صوبت شفتو راه فيك اللي مشاركه معكم شحال من مره، غنخلي لكم الرابط ديال الكيكه ديال القرقاع وخيزو اللي شاركتو معكم فيها. صافي غادي ننكه انا هاد الكريمه بالكراميل وغنعمر بها داك الكيك رولي ديالي، نتوما عمروا باش ما بغيتو بالفريز باش ما بغيتو ديروا هذا موس شوكولا وديروا فيها الشوكولات ديروا فيها نوتيلا اللي بغيتو، المهم هو هاد الجينواز راه كتجي رائعه البنات وما كتسقى ما والو كتجي رطبه وبنينه. هنا البنات حليتها نتوما كيف ما كتشوفوا وغادي ندير فيها نعمرها بلا كريم اللي زدت عليها الكراميل هيا غندهنها ونروليها صافي. التزيين كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد يزين على حسب الذوق ديالو، ساهله البنات وكتجي فنه غير جربوها تبعوش منها كتجي غزاله وخفيفه ما كتقهم ما والو، احسن من ديال اللي كنشريو من المخبازه احسن منها 100000 خطره. صافي بغيتو ديروا مكسرات اللي كيبغي شويه يجي شي حاجه بحال هكا تعضيها شي حاجه تكون كروكون كديروا ديروا قرقاع ولا ديروا اللوز ولا ديروا اللوز كراميليزي ولا شي حاجه حتى هو تيجي زوين. تيبغي يدير الفواكه يدير الفواكه، المهم انا غنخليها غير هكا غير بكريمه بنكهه الكراميل.
صافي غنجيبها بدا جايبها هكا وكنرو ليها هانتوما لا محتاجه لا ندهنها لا والو ها صافي وهنا من الوجه راه غندهنها كامله بهذا قولوا لي نتوما بلا كريم ونزوقها ونوري لكم كيف كتجي. ها هو البنات الكاطو ديالي من بعد ما زينتو درت ليه داك الوريدات بالشونتي ودرت هذاك سميتو دوزت الفورشيط باش عطات هذاك الشكل هكاك ومتزينت يبقى على حسب الذوق اللي كون كان عندي شويه اللوز ايفيلي كنت غنعمرها كلها غنغطيها كامله باللوز ايفيلي وندير دوك الوريدات من الفوق. المهم هنا في دوك الوريدات جيت باغا نحط زعما في كل فوق وريده شويه ديال الكراميل صافي تخوى ليا بزاف معليش. المهم هو البنه راه كتجي بنينه وكتجي غزاله البنات كنتمنىكم تجربوا هاد الجينواز لانها فعلا كتستحق التجربه. وخليوا لي التعاليق وخليوا لي هذا لي لايك والبارطاج البنات ما تنساونيش من البارطاج وما تنساونيش من صالح الدعاء والى وصفه قادمه باذن الله. بسلام عليكم.